الجواز هيدي مين بقى عروض، يدي حظوظ؟ مين الميزان. هيستفيد؟ الميزان، لان الجوزاء بالنسبه للميزان هو بيت الحظ، البيت التاسع، يعني الميزان عنده عروض سفر حلوه جدا، ابواب السفر بتتفتح. الزواج والارتباط فيه فرص لمواليد الميزان رجل وامراه، ان يا اما رجوع علاقه كانت اتقفلت من فتره بسبب سوء تفاهم، بسبب التباس، بسبب اي حاجه، العلاقه اللي كان عندها اساس كويس وبيحبوا بعض وكانت باظت مثلا علشان اقاويل او كلام او التباس او سوء فهم، الميزان ممكن يرجع علاقه فاتت ويرجع تاني يتم التواصل مع دخول الشمس للجوزاء. حاجه تانيه للميزان، عندك فرصه سفر، عندك فرصه حصول على شهاده او حاجه اكاديميه، يعني ماجستير، دكتوراه، بكالوريوس، دوره تدريبيه، تتعلم حرفه او مهاره جديده، كل ده هيفيدك وينفعك بشكل كبير جدا. فعندك فرص خطوبه، زواج، ارتباط، سفر، دراسه، كل ده للميزان. يبقى الميزان أول برج مستفيد من شمس العذراء الجوزاء.